هل فعلا النادي الاهلي قادر على الفوز ببطوله كاس العالم للانديه؟ الاهلي طبعا عنده خبرات لعيبه يعني وجهاز فني ويعني شارك في البطوله دي وحقق كذا مركز، يعني قادر ان هو يعني ان شاء الله يحقق بطوله زي كاس العالم دي. دي هتبقى بالنسبه للنادي وبالنسبه للجمهور حاجه انجاز عالمي، فيا رب ان شاء الله باذن الله بالمنظومه دي يقدر ان شاء الله باذن الله يحقق كاس العالم. مين من اللعيبه الموجوده حاليا في النادي الاهلي كنت نفسك تتمنى انهم يكونوا معاك؟ انا شايف يعني اقرب اتنين ممكن يعني شايفهم كان يبقى موجودين في نفس الجيل بتاعنا الشناوي والسليه. كلمنا عن هدفك الرائع في مرمى الترجي التونسي واللي انقذت بيه الاهلي في بطوله افريقيا للتتويج بالنجمه السابعه. كنت بلعب وفي في فتره يعني مركز فيها قوي لعبت اول ماتش في افريقيا، العوده هنا لعبت اساسي، ثالث ماتش كان الترجي، وللاسف انا اتفاجئت ان انا احتياطي، يعني انا يعني كنت ماشي اساسي خلاص انا المهاجم الاساسي وفجاه احتياطي. المهم ما تفترقش معايا مهاجم كمهاجم يعني نلعب اساسي او احتياطي، اللي كان فارق معايا ان انا اركز هعمل ايه برضه اكمل وانا داخل في ماتش جامد زي الترجي وكده. قعدت احتياطي وبعدين كابتن قال لي سخن، كابتن حسام قال لي انزل اسنك ما تتحركش من 18، حاول بقدر الامكان اي حاجه تستغلها. فكنت مركز فعلا ان احنا حاسس ان احنا هنجيب جون، يعني مش متوقع ان انا هجيب جون بصراحه، لكن كنت حاسس ان في حد من اللعيبه هيجيب جون. فكنت قاري الموقف بتاع احمد فتحي في ان هو يشوط او يرقص لا مركز قوي في لحد ما كنت في مكان الصح في ان الكوره جات لي وكان جبت الجون. بعد الجون بالنسبه لي كان فرحه كبيره جدا، لانه في الترجي وفي النهائي وبالنسبه لي واحد ما بيلعبش بعيد خالص وفجاه في الـ يجيب جون قصاد الترجي، فكانت حاجه كويسه. فكان يوم بالنسبه لي كان يوم حلو. كملت بقى لما خدنا النهائي في الترجي، والناس هنا جيت في المطار استقبلوني قالوا لي انت سبب ان انت تجيب الجون. انت برضه اسست الجون الاول لجد. وعملنا احلى ماتش في تاريخ النادي الاهلي انا من رايي انا. واستقبال الجمهور في المطار كان حلو. قالوا لي انت اللي جبت لنا البطوله، فكان بالنسبه لي كانت ايام حلوه في الفتره دي. وده كان لقائنا مع الكابتن السيد حمدي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. بشكركم شكرا جزيلا.